هذيك الشيخ محمد عبد الوهاب لا يلوك ده وهذا خير لك هلاي أولي واجب نقضي تأكيد النبي كان صوبا صلى الله عليه وسلم النبي كان إنا كشاكينو محاب بدعية بعضين ما كان يقول لابد كداري فوح بدعو النبي كانوا وقيم باكوتشرا بارك الله فيكم يا أرنا يوح النبي كانوا وقيم باكوتشرا بدعاء يا أرنا يوح كتابك السنة أي ديدين باكوتشرا النبي كان وين يوح كتابك السنة أي فريسة صدقنا أن الله بوح كتابك السنة أي فريسة النبي كان صفات كيسي كشاكي كتابك القرآن كاي فريا الاحتفال مولد النبي سوى مقع الاجتماع كونان تطوى يصوي مادان وعلبا قوبتي لقو كل ميانا وصدح قوبتي لقو كل ميانا ووقتي وأفر أعمال لصمينا يواشن شان تاقضبا واحتفال كوكو مياي أفر كم دي عبادة ماها أفر كم دي عبادة ماها ووسائل وسائل شوح على إيرادة مقع يا مقع يا أعمال الله سمينا يو إنت هيك قلت إن شاء الله عاوي احتفال بير شرعية احتفال هذا مقاشان وعكاك هو بي كو مقع الاحتفال مولد النبي سوى مقع الاجتماع كونان تطوى يصوي مادان وعلبا قوبتي لقو كل ميانا وصدح قوبتي لقو كل ميانا ووقتي وأفر أعمال الله سمينا يو وشن شن تاقضبا واحتفال كوك هو بي يعي أفر كمي دي عبادة ماها أفر كمي دي عبادة ماها ووسائل وسائل شوح على إيرادة مركات شيء قبنا سوي حكو قالسين يتكو فلينيسي هذا كورياء ورياء إنا لشوغا كمردانو وحيو دوبا يمها لكن وحي أيوكو سوريك ليس دوبتان كمردو ووصيلو لكن وحكا لو صعودا كمبيوتر كاقا ووصيلو قاعدت هذا مركات كمبيوتر وحكو شواتو وحا لو صعودا وحا كمبيوتر وكو شواتا كمبيوتر كماها مقع عبادة ماها إسوهيماتو كنا عبادة ماها وقتي كنا عبادة ماها مكان كنا عبادة ماها انت سوا وسائل لكن وحا عبادة دي وعماشا لقبان ايو عماشا لقبان ايا وانت هين اما كشرحة اينا اوهي وشكر الهي الله شكر النقو وقرآن اين الاخر يو ومعجزات كي نبي قول لك الشيكا يو والنبي قول له وين ايه صلى الله عليه وسلم ومحبدي سيو الله يسكو بيارو والنبي قال الرعا محب الله يسكو ديري قليو والنبي قال له صلى الله عليه وسلم والنبي قال له فرحه والنبي قال له أمانه وحقوقه إنه يقول آيه لك الشيكيه انت أعماشا وصدق الله لبحه انت أعماشا ما واحد بيدعو النبي قال له أغيب أكتر بارك الله فيكم يا أرنا يا واحد النبي قال له أغيب أكتر بدعا يا أرنا يا واحد كتابك السنة أي ديدين بكتر نبي قال له وين كتابك السنة أي فريسة صدقنا أن الله بحق كتابك السنة أي فريسة نبي قال صفات كيسي كشاك يا كتاب في القرآن كاي فريا حقوق يقول هنا كشاك يا كتاب في السنة أي فريسة أعماش عصا عبادة مقصود خلاص صحنا وإنت وليس فيها شيء من البدع والخرافات شيء بدعية خرافة كفار كفتروا أنت ما مأموري ما كنا هين أفرت شيء كلا صحنا وصائشة وصائشة وحير على حكم كمقاصدة مقاصد وروح الله صعده وصيرت ويكه الرئيسة وحيلا حكم نقطة وحلا صعده إسوئماتك هذه خير لا يسوء كل ما لا يسوء إماده خير كل راعة هذه معصية لا يسوء إمادنا معصية الراعة مكان كلا يسوء إمانيا هذه خير لا وكل ما خير كل راعية هذه شر لا وكل ما شر كل راعية ما قلنا واسيد أسوأكلي هذه دلائل ملك كل ما أضدنا يبومان أيو كل ما كلن كود أسمع حرام بنقول هذا يدد ميالكو كلمان أو خيرو كلمان كلانكو أساسا خير بو النقن مقصد كيام ميشا الله سعوده انت كلاما راعيا حالكا انت أسان كلاي نبي قال إلهي سبحانه وتعالى هاي نرجع السلسي سنة نبي قال سبحانه وتعالى هاي يقول نوريسي انت وحن كدريا ولا لهين انت بدن احتفالك مع المهر وكلاكا هدلي حوغي ديدة ولا لهين ما في إن احتفالك الله ما لها مركا كوبات قفك ديجي وايا إنا قوينا نقبصنا إنا ماها قفك إلا احتفالك أنا قول ديجي مايو لقفصن مايو لقصب مايو هل كيسان لقود دينيا لكن قفك إلا مبنانا مركز مشكلة ديما ريسا هدو قفك إلا نقو مبنانا هل كيسان اسكحاويو وحدي بمجران لكن مركزات كي ديجا إلا هذا مبنانا مركز إلا بإيمان ولا لأن مركز إنت بدل احتفال كالنبي يكدقا أيان جعر إنا إن يروكر نقصية وربعين تنو أي دوبتو ولي بإنتا كاربادو دوبيسان أنا هنا أنا كر نقصه أنا يقول علاية وحمان منا وهين عفنا عنهم كر نقصي أسرع كر نقصي ولا نمو أشرع هذا وافقصا
وحن كلا قرن نقصناهنا ولا لين أنت بدل احتفال جديد شيخي أيجا أساسي شيخ محمد بن عبد الوهاب أو موطنا يعني دين تايكون يلا ما بقول يلحدي وحي أسميان وكتبته ذا نكقر وحلا إلى أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعني سو نقريه ويجي شيخ محمد عبد الوهاب ونقريه هنسلاقنا ويجي محمد عبد الوهاب ونقريه علماء هذا كتبته الله يكح هذا لين أيقونا أنت بدل هذا وقت كلا تقول دورة محمد عبد الوهاب الله بيعيا دورة محمد عبد الوهاب ما قع معنا مصر أيه وما قع ولا بدني كروح على الله مشاحطة في الاصطلاح لا تغير الأسماء من الحقائق شيئا بالله مش يقع علماء هذا كم ذا وكهذا لوي كشيخ محمد عبد الوهاب أيان مركب كواد أخرية هذا لذودي كبعد هذا الله صن قرنقصي كبحيلنا يقرأ ولا لو نقد بينا شيخ رياض شيخ عبد ابن باز كتاب كيس الإمام مجموع فتاوى جزء كيس كواد رمبر كصدق بقول إياه الله بقية سيدات أيه عصاق هذا عوان كلا إلى كلمة في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلمة الله قرنا يه ويجا شيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام في رسالة وكتاب يا الله مطبوع وذلك الشيخ سوحوري أيها الإخوة الكرام ولا لا ونكسنوا إن الاجتماع إن ليس يمادو لدراسة مذهب سلف صالح دراسين تأي شرحتان كأي كشيكين مذهب كي سلف ومنه أي كمتها يوحى الله كل ما يأي لك الشيكين أيو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أي كمتها يوحى الله كل ما يأي لك الشيكين أيو هيه وسي وضو حريب وتعريف الناس بها يدعو هذا الشيخ محمد عبد الوهاب ضدك إن لبراء الله جلعي الله فعفايو وعلوا أمر واجب وأهر واجبة هذا رقم في رسالة وأمر واجب وأهر واجبة هو ومن أعظم القرب إلى الله وحيبا إلهي لو قد وادن أقواوي هو إلهي لو قد وادن أقواوي إلهي سبحوك دعوة محمد عبد الوهاب إن كل الله سمعي الله الشيخ ضدك لبراء وأهر واجبة هيا وحيبا إلهي لو قد وين ينا وكو أبواوي وإيري عجيب وصيوة ذاتنا تنوحوا يلي لأنه فيه التعاون على الخير وخير كي الله يسوك عشري وتشاور في المعروف ومعروف فيه الله قوة التشري وعلي وكثيرا ما تزول أشبه عند اللقاء العلماء إن بضم بشبهين كعلماء إما كعلماء كلان كلان كاي سميان إن بلاش إن بدن بشبهين يشكي على محمد عبد الوهاب لقى قضي لقوا باب بيادتك لقى سارة شيخ أسوس أسوي ابن باس هذا الكيس أمر كان يسول تاجنو ولا لها إن الله جر نقصنو احتفالكم حين كوساش عن الاجتماع احتفالكم احتفال حين كوساش عن الاجتماع صوما اجتماع اجتماع نبي معها الاجتماع أصنعك وعلوا اجتماع محمد عبد الوهاب الله كلمه ورث مركب قالوا حين يسولوا قارينا إنا الآن لبا احتفال احتفال المولد النبي يا احتفال الشيخ محمد عبد الوهاب والله لبا احتفال مركب وحكروا مهم شيخ وشيخين احتفال كان محمد عبد الوهاب إنه واجب نقرأ يوم إلى هنا لو قد وانا يوم هذيك الشيخ محمد عبد الوهاب إلى هنا لو قد وانا خير لك أهلي وولي واجب نقرأ تاكي النبي كان صوبا صلى الله عليه وسلم النبي كان إنا كشيخين محابد عاية بعضين ما كان يقول لابد كداري حكان خرافات يا بعضين ما كان دقي كيش محمد عبد الوهاب نوح إلهي لو قد وانا كان دقي ولا لها إنا يبهرس إنت حاليا ندوه قلنا قضا واربنا قضب كلمات الصواق هذا نيو ولا لهم مركا إنت بدن احتفال كديدة يا وحي لهذا احتفالكم مع عصيها من سوى عباده وحن ويدينا إنا اجماعة محمد عبد الوهاب لو سمي مع عصيها من سوى عباده من سوى بلا معنى صدح لا مدبون نقول إنو عبادة نقول وإلهي خير لك قدونا يو إنه معصية نقض الله قدام بابي إنه بلا معنى يا سيد صدق رامه هادو عبادي هاي ديو حويا خير يا ولاك كنبي كان أقرا هذا صلى الله عليه وسلم هادو معصية هاي ديك توبات خير أخورا ما ضايم بدم بعد سماه يسير هادو بلا معنى هاي ديك شقة مؤمنين تبلا معنى وكمان مدها أي وقت يا الله قولوا مؤمنين ومسألة عجيبة ده شيخ الله هذا سواق هذا نيا وشيخ حسين محمد صالح العثيمين علماء سجنا كم ذا علماء مشايخ ذا كم ذا كتاب كيس لا سجنا مجموع فتاوى والرسائل أي جزء كو لباد نمبر كلام بقول يكو أي واحد لو يدي شيخه وحضنوا كنا شيخ تفرق قود حيا أسبوع شيخ محمد عبد الوهاب احتفال النبي صلى الله عليه وسلم
شيخ وحولي أنا قلت له جواب الضنهاية شيخ قلت له وحولي وحولي الفرق بينهما حسب علمنا من وجهين أنا قلت أنت أن أقنعي بولي لما فرق ما هو دحية فالشيخ قلت له فرق وينه إيقينا كبعد من صحبه من صحبه صحبه وين كان لينا شيخ وحولي فرق وكوبه حوية أن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يتخذ تقربا إلى الله محمد عبد الوهاب وحولي قال الله قفض إلهي لو قلت وين ما يو كي أرى بعولي إلهي بقى لو قلت وين إياه شيخ وشيخ يورا مركا وكوري مرت هالكا إلهي لو قلت وين ما يو هذا محال لقى وضع إلا وين أقيني ما إلهي بقى لو قلت وين مصوى معصية مصوى بلا معنى سمع شيخ وحولي وإنما يقصد به وحال لو قلت شيدا إزالة شبهين شبهين إن لقى سوليو في نفوس بعض الناس في هذا الرجل تضبطنا محمد عبد الوهاب كشكيسا وكي ربوسا محمد عبد الوهاب الله شرحيا الله تشعر الله يسيريا الله فافايريا الله شرحيا شو هاي انكسر ماشا لك قصاريا وعين مركا يسبوحو كانوا سيدة ودقي ويبين وحلقوا عضينيا ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل قال الله إلهي وقعنت محمد عبد الوهاب مسلمين تأسوا مرينا وحلقوا عضينيا هيا قاو في صور لما مسلا مركا ميشو كجيرا بسيطة قوضو حوي مركا دادك شبه شب محمد عبد الوهاب كسر 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 محمد عبد الوهاب الله شرح يلا قبع بين شبه هاي كسر شرحتان قادتك شبه هاي كلا قا صار يو ما خير بان لقو دون ايا بس خير الهي لقا دوني ماي هدي الهي خير لقا دون ايو دعي بادا ينقون ايسا إلا شيء علماء الإسلام كمينا للدفاع يا أمد الله برا يا الله فافاين يا ودين تكالين كسوق عطيه خير بين نقول عبادة نقول شيخ مرك هذا الكيس وراء عبادة ما هو كارثي حق دمنا شيخ وكيري قال الله دي لا يوقعته محمد عبد الله سوى مريم ما وضت خلاه قصر حياة قال الله نعمه ده نعمة إن لقى شيخ هنا وعبادة وشكرنا فلنت أنا ولا لو إن الشيخ هذا دم يقول نقول عن بينه أيدنا أورينا فرق قال بعد وح شيخ ويري أو كدري وحويري أسبوع الشيخ محمد عبد الله ما صار نقول نقول لكن كان النبي يقول صار نقول نقول تحصل واو فرق يقول مركب كبار تويك الشيخ محمد عبد الله صار نقول نقول إنك ما حد عارك ما يضرب على قو خبطة ليلى دورة الشيخ محمد عبد الوهاب لكن واحد مهم إنه وجانه شيء هو هذا الشرع هذا كوب النهاية هاي والشرع هذا آلية جديدة صار نقول نقول كيس يين سعد أن الآن تيسو ما يسقمد مرة دي شيخ الشرع هذا كوب النهاية هاي شرع هذا أنا إلا سعد آلية جديدة وقت كارنا أنا يحددين إن لسعر علي يا إن لسعر لواه سخمي ذا سعر علي تو النبي كسعر لسعر علي ده لشريسو محرم ما يكدي كدي ما يسوع مر هذا مر كورا بنانا طيب قلبك كلمات شيخ وعيدي وتبين وحلق عضينا يا أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفا من قبل لكثير من الناس ضد بلما وحلق عضينا يا حقه محمد عبد الوهاب ذلك كله إنما هذا كان في رسالة بارك الله فيكم حق أودتك محمد عبد الوهاب كل إياي أي أدب بنا الله عضينا إياه هذه محمد عبد الوهاب حق أودتك أوكوية شيء أو حق أوكوية شيء ومتيسة إن كنا لغا سمعيه أو متيسة ومدى إن لا شرحه أو متيسة ومدى دعوة ديسي إن لا قفته أو إلهينا خير لغا هلي ومحا حق إليه محمد الله كلما صلى الله عليه وسلم نجاسي محا حق إليه محمد الله كلما بدعك لغي waxaan u baahanahay inaan xogay iswaydiino rawalalahana waxaan leenahay idinkoo madaxano saarana waliba idin jecelay oo aanan cunfi iyo xumaan idin ku qaabilaynin bal kutubta dub ugu noqdo dub wax u qiimeeya hadda waxaad ogtiin sanadihii naga tagay hijradii nabiga laga sheekeynay hijradii nabiga la qabta hijradii nabiga marka laga sheekay waxay ka dhigantay maalintaas oo qura ayaa hijradii nabiga laga sheekeyay maya waa nicmadii uu baalay saxsuusinaya waxay inta badan nagu soo noqon qotaa oo bil quraan nabiga la weyneenaya maalin kana quraan nabiga la weyneenaya waa maya markasta nabiga sallallahu alayhi wasallam waa la weyneenaya bil kastana waa la weyneenaya laakiin markay munaasabadii soo gasho waa munaasabadii dub loo xasuusinayo iimaankii dub loo tajdiidinaya dib loo tajdiidinaya tusaalana taa soo qaadato salaay rokoban inagu Soomaaliland ayaanu nahay 18 ka may markay soo gasho sanadkii حفلات وين بينو قبناين عيدا هي الدولة هي مدحويني شعب يسوق تقنو هو عايكا ديكان طيب ما نتا سوقنا يسومال لنا ما نتا سوقنا يسومال لنا هي مكان ديكان طيب مايا مركورا يسومال لنا وين هاي سواد مركورا يسومال لنا وين هاي حتى ما نكن محاين وصا على مصنعي دوبا يسوع حسوسنا دعوي يكي دعي هي قيمة هنا بنتو يسوع حسوسنا هنا وهكذا الاحتفال بالمولد الشريف صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.